كلمات غير عادية، وأنا سأتحدث كلام عادي بس قد يكون غير عادي. أولا، نحن كثيرا ما نغضب في ذم العتمة، ولكن الأكثر هو أن نلقي الضوء على محاولة إشعال الشمعة، منطلقين طبعا من قول الفيلسوف: خير للإنسان أن يشعل شمعة من أن يلعن لون العتمة. أولا، نحن في مرحلة جديدة تحاول بها المؤسسة الانتقال بالصهيونية من حركة قومية يهودية إلى جنسية. ثانيا، محاولة فرض يهودية الدولة علينا. لن أطلب كما قلت في ذم أو في وصف ما هو موجود، ولكن هناك فيلسوف إنجليزي اسمه أرنولد توينبي بقول إنه الحضارات والتاريخ بيمشي حسب نظريه اسمها التحدي والاستجابة، بمعنى إنه أمام التحديات يجب أن تكون هناك استجابة. أكبر تحدي لنا كان تحدي النكبة، وأول استجابة، وقاله مش أي استجابة، استجابة خلاقة، كرياتيف يعني بالإنجليزي ريسبونس. أول استجابة خلاقة كانت في مثلث يوم الأرض، لأن النضال انتقل من المرحلة الفردية النسبية إلى مواجهة جماعية، وهذا هو الرد الأساسي. إخوتي أخواتي، نحن يجب أن ننتقل بنضالنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى على واقع جاهلي فصائلي قبلي فردي، فكانت الاستجابة خلاقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه استجابة. الملاحظة الثالثة أو الرابعة: القضية تكون منتصرة، ونستطيع أن نقول أنه نضال واعي، عندما ننتقل بالقضية من الشخص إلى الجماعة، ومن الشخصنة إلى الرمزية. واسمعوا ليبرمان ذكره كثير، بتذكر بالخير بين قوسين شوية، بين قوسين كبار طبعا. اسمعوا ما يقول الأعداء. طيب، صار مرتين لما هو بيقول لبشار الأسد إنه إذا صارت حرب مش دمشق يعني اللي بدك تكسرها، بدك تكسر الكرسي، لأنه هو جاي بريتكل وفحصنا، وعارف إنه إحنا في أحيان كثيرة وما زلنا نفضل الانتماء الشخص الطيب على الانتماء الجماعي. وعندما يقول ذلك هو يعلم ما يقول. إذا يجب أن يكون الرد بأن الاستجابة للتحدي هي في نضال جماعي واعي قوي يرد على الهجمة الشرسة التي نعيشها هذه الأيام، والتي قد أكون الرد قد يكون في قول الشاعر: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا